حملة لي بلدي وكلنا وطني، من هم من انتم يعني من كلنا وطني هي تحالف من مجموعات مختلفة كانوا ناشطين بالمجتمع، ناشطين سياسيا، ولكن منهم منخرطين بأحزاب سياسية، لأنه الأحزاب السياسية الحالية في لبنان لا تشبهنا. مشان هيك قررنا أنه نحن نخلق بلاتفورم جديد يكون هو المنصة الجديدة للناشطين السياسيين الجدد اللي ما بيؤمنوا بالأحزاب التقليدية الموجودة حاليا. مشان هيك نحن بنعتبر انه في عم نخلق البديل، ومؤمنين انه التمثيل الحقيقي للمواطن هو من داخل البرلمان، النائب هو يمثل المواطن من خلال التشريع والرقابة وليس من خلال تقديم الخدمات للمواطن.